تعالوا بقى نروح على خبر تاني، يعني على صعيد منفصل، خبر عن انضمام لاعيبه مميزه جدا لفريق سيدات الطايره في النادي الاهلي. الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي اعلن عن التعاقد مع زينه تامر حازم العالمي لتدعيم فريق كره الطايره لمده 4 سنوات مقبله. والحقيقه ان زينه بتمثل اضافه كبيره جدا لفريق سيدات الكره الطايره في النادي الاهلي، خصوصا ان هي واحده من العناصر المميزه في صفوف المنتخب الوطني، كانت بتلعب في نادي الصيد قبل كده، وطبعا بنتمنى لها كل التوفيق هي وكل فريق سيدات الكره الطايره في النادي الاهلي. بالتوفيق يا رب، وكل اسم بينضم اكيد احنا بنبقى سعداء بيه، وعندنا كمان امل كبير فيه.